أطلقت وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة سلسلة إصدارات رؤية التي تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة والتعريف بصحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف. هذا أوضح وزير الأوقاف أن السلسلة تقدم الفكر المستنير لبناء الأوطان ومواجهة فكر الجماعات الإرهابية. بنطلق سلسلة بإذن الله ستكون علامة فارقة في مجال التثقيف الديني، هي سلسلة رؤية للفكر المستنير، صدر منها إلى الآن إلى وقت الحديث 7 أعداد وتتتابع. نؤمل أن نصل خلال هذا العام 2020 إلى 20 عدد، وأن نترجم هذه السلسلة. صدر منها حماية دور العبادة، وقلنا عندما نحمي مساجدنا وكنائسنا ودور عباداتنا نحمي وطننا ونحقق مقاصد أدياننا. صدر منها فقه الدولة وفقه الجماعة للتأكيد على مشروعية الدولة، وقلنا رجل فقير في دولة غنية قوية خير من رجل غني في دولة فقيرة ضعيفة، لأن الأول له سند، له ظهر، له دولة تحميه.